أعزائي صبح ربح صبحتوا اليوم رانا رايحين لوسكو دار وبرج الفتاة. أنا رايحين في البابور راكم تشوفوا هذا البابور. نبدأ من تحت كاين القهوة هذه هاشكم تواليت راكم تشوفوا هذيك القهوة لهو لحبي القهوة بدراهم لحبي القهوة بدراهم سعيد في القهوة اكسبريسو بوتاناسو انا شو ليش ليش شوف بعدين انا نشرب قهوة نبقى نحلو قهوتنا هنايا ونطلعو فوق شوف شوف
ذاك مش بهذا الحال. لكل حرة موش خالي ربع علي على بركة خل راكم تشوفوا المنظر هذا بتاع البلدية بالكاردة هذيك لا تور دو كاردا برج غلطة هذاك سليماني هذاك الفاتح وهذاك أيوب سلطان ومن هاوي بالكم سلطان أحمد عاصم محمد الشلفي ما زال نقول لك يا سيدي ونعاودوا نعاودوها وراها المشكل يا سي محمد نعاودوها وراها المشكل جوك ونجيبوك يا سيدي معنا ونروحوا نحوشوا نحوذي ترواحنا طيارة ياك ما كانش رانا قصابرين وعمكم السعيد هضرت معاه بالله تاع على جالو صبير صبير ما حبش يصبر دركا هضرت معاه بالانجليزية ما كانش هضرت معاه خصنا مجيد مجيد رشيد هضر معاه بالقبيلية طيارة ما كاش ما كاش على الأقل على الأقل يهضروا معاه بالقبيلية يهضروا معاه يصبروني يهضروا معاه واللي يعرف بالقبيلية يقول له صبر صبر بالقبيلية يكتبها له أنا هضرت معاه بالإنجليزية ما كانش الفرنسية ما كانش قلت لك التركية تعلمتها على جالو صابر ما كانش ما عرفش يصبر أنا رايحين لبرج الفتى نمشي شوية في الفروند مير ونروح لبرج الفتى واللي يحوش على قصتها وكذا راه عندكم في الاخر
صباحكم صبحتوا. انا راني صورتكم راني ما نقدرش نريبونديكم على الكومونتير. صبحتوا جميعا. اللي وريتها لكم شروها بستة ليرة وعمروها وتبدأ تقص لكم على حساب المدة اللي تقعدوها. تقدروا تركبوا بها خمسة من الناس. سي محمد احنا رانا معولين نحرقوا للجزائر. نادي نروحوا للجزائر حراقه. الناس كانت تحرق تحرق للخارج احنا دا نحرقوا للجزائر. ما داوناش. نروحوا هذاك هو جامع أورتوكوي كيما راه العرصة تاع القنطرة. أورتوكوي أورتوكوي جامعي. هذاك هو قصر ذو المباهجة. ترالي ما بين جهة الآسيوية والغرب. احنا رانا رايحين له دوكا رانا رايحين له الجهة الآسيوية. احنا كنا في الأوروبية. برج الفتاة راكم تشوفوا فيه. احنا ذاك يحطونا هنايا وروحوا نتمشاو وحده وحده.
جامع ورطة خوي من يبان عدم عرصة ليك على شوية برد ساعة موت كبير وش برد كبير يعني تحمله الواحد بسهولة. الحمد لله الحمد لله هذا كان نهبطوا وراح نضربوا جولة لحقنا الاسكوتر هذه السفينة اللي جينا فيها
هذي ساعة سكوتر. هذيكم تشوفوا فيها تروحوا منها طول، تروحوا طول البحر البحر تلقوا الأخرى، تلقوا كيزي كيزي ليش برج الفتى. هذا هو المطر تاع مرمرة يعقب تحت البحر. أنا أريد نلقى روحنا لها هناك سنك صح قاعد داخل حوي شاف البابور خاف. سي محمد كورونا كورونا احنا الاول اللي متنا. هي كاينه ارقام صحيح، ما شفنا واحد طاح، ما شفنا واحد مات. ولا متنا الله يرحمنا. لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هاكم تشوفوا، هاكم تشوفوا هذا اللي أسكوتر. هذا البلايص قاع حوسهم كراهتهم بين هذيك تروح، بين هذيك تروح طولوا علينا وقالوا اصبروا اصبروا اصبروا، صبرنا انا صابرين بصح انا مانيش لست النبي ايوب. صبرنا بما فيه الكفاية، يقول لك يا صبر أيوب وأنا لست أيوب. ولو كان عيني في القربة وكراني جرت بكري ملي كانت سهلة. أنا بلادي ما بدلهاش، ربي يحفظها، تحية الجزائر. هذونا كاع ما يعنون اللحي، الأمريكان وما تعني اللحى تحي. لو نرجع لبلادي ايه الامريكان نروح نحوس، ترك الرجال نروح نحوس. الله يحفظ لي بلادي، الله يحفظ الجزائر. المجد والخلود للشهداء الى الابرار اللي ضحوا عليها.
هاكم تشوفوا لي ريستورون وكاع فتحوا نحوا كاع الاخر ها هو الجامع الحين ها هو كيما يجي عديد يعيد الشرجة لانه كاع ما يخدموش مشاكل حتى وراها ناقصة بالنسبة مكانش الا توريست راها ناقصة عليه ناقص عليهم كاين قال عالقين شومارا كيما حنا اللي عالقين كيما سي محمد شلفي نعم يعني وهذا اللي يحب ياكل الكومبير اروح نعطوه منه على البحر يحب ياكل الكومبير واحد البطاطا يخدموها يقول له الكومبير يحب ياكل الكومبير هذا عنده واحد مليح وملح كاين واحد براريك يخدموا الكومبير شي محمد نهدوك الورد هذا صح ما كاينش الورد ياك راكم تشوفوا القهاوي محليا بديت نشم في ريحة البحر رجعت كيما بكري قالي واه هذا لي سنين ما شميتهاش لا في ما شميتهاش دوك راني نشم فيها وبما اني داير الماسكة هذا يخدموا الوافل ويخدموا الكومبير هذه هنا ثاني قاعدة مليحة جيب لك هنا لاكريم ولا الكومبير يقعد هنا هو بغا يخدم الكومبير كومبيراتير على حساب الاخر دي زويت هذا ملي ريستورون ثاني تاع الحوت هاي 1929 ونصور هاي في ملها باشا دونور راكم تشوفوا منا تروحوا منا قاع الاخر تركبوا في الله كل الاخر اللي ما تبين في طريق فيه اللي بيس يدوه لها اللي ما يقدرش يمشي صح هي ماشيه هنا زينه هي تعبيريه حامل كراسه
هي تعبيرية. ملي كان تونس هذه مليانة، شوفوا فيه هذه ما كيشتوش التوريست، معناتها دات 300 متر تلقاو راح ماشي 250 متر تبعت الناس. وكاك تشوفوها مكان واحد برج الفتى، راكم تشوفوا فيه ممكن نلقاو كاين واحد الخاوي كانوا كاينين تبعد على البحر، استمتع بالبحر وراه قاعد تفرج فيه شاي. عم يخدموا هنا فلوكة تديكم ليها كانت بعشرة ولا 15 ليرة الله أعلم، حاشاكم حاشا قدركم لي تواليتها من هنا هذي، وتلقاه مقيم قايمين قايمين كذا الحرام. هنايا كانوا دايرين القهاوي هنايا مفرشينهم مليح، هذا الاخر دايرين القهاوي تبعد فراشات عرب كانوا دايرينهم هنايا يتقهوو. وبالنسبة للفلوكة اللي قلت لكم عليها تركبوا بعشرة ولا 15 تديكم، كاينة واحد الريستورون ثم تدخل ما عندك طلع فيه
تدخل تطلع حتى فوق البرج تعقب مبلعاني هما مديرين تعقب عليهم وخلاني يبيعوا له دي سيفنير وكذا ما حبيت شري حبيت ما شريش ما هما هنا ديما غاليين وهذا يجي الكفتاشي كفتاجي الكفتة هذا من الكياسك تاع الخاوي من هنا وجهه اللي من هنا من هنا شربوا لكم الخاوي من جهه اللي من هنا ريح تتكشل تستمتع وتركب الفلوكه من هنا تديك لها كل ربع ساعه تجي معناتها الا حبيت تقعد اكثر من ربع ساعه ثم دير لا نوفيت رايحه جايه من هنا خلص مره واحده معناتها 15 خلصها مره واحده اللي هي بالمزيه هي كي تلحق لها بالمزيه وانت ما تخلص ولا وهنا هي قلت لك يقعدوا قهوي وشاي ما هذوك الفلوكه راهو وينها تروح كل ربع ساعة تروح انت تحبي تقعد النهار كامل الله يسهل المهم كي تجي كل ربع ساعة لا كنت قاصر عندك كل ربع ساعة هذا برج الفتاة هاكم تشوفوا فيه وكان واحد لي ديسان طالع في ديك لاتور تقعد تحت اللي ما تمشي يطلع دروج لي زيسكالي بصح كاين بلاصه وين تريح كل ايطاج كاين بلاصه وين تريح ها مشربوا في الخاوي بصح ماشي مفرشين واقفين مفرشين هذاك هو الكيوسك تاع الفلوكة هاكم تشوفوا هنايا شوفوا الصباح نعم شوفوا نديروها غلاها نديروها 30 ليرة واللي يقرا وقت 15 ليرة وهما بالطبع هما الأتراك أرخص منا حنا هما في هدا حوايج يخلصوها أرخص منا من الواجب إن شاء الله تعود الجزائر كيما هاك يعني أنا ما خلصت كيما الأجنبي لا بالليسانس لا فينا لا في كلش عاد فرق السعر المهم هاكم ضربتوا معنا جولة اليوم إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ربي يحفظكم شكرا
شكرا على التعليقات وشكرا على حسن المتابعه.